essential difference between that and criticize a person for what it biologically is. So I would make, so if that was the point you meant to make, that we are talking with two tongues, no, I would say, I'm talking with one tongue, but I'm talking about two very different cases. Now, yes, valid, you are looking at me, and I understand that my time is running out, both here and in life in general, but I will just end up. And you will have more time later. Yeah, I will have more time later. Okay. Let's take like that. I'll go back to it at a later stage, because I thought the introduction was very, very interesting. I appreciated that, and I haven't been able to comment on it. Those were a few words. Okay, thank you so far. Okay. شكرا جزيلا للفيلسوف جونر شيربك. احنا سمعنا وجهات نظر اثنين مختلفة. انا انطباعي العادي هو عندما سمعت الاستاذ علي فياض يتحدث شعرت انني لست في تعارض مع هذا الاسلام اللي يعرضه، ولكن صارت عندي مشكلة. الاسلام المعروض هنا لا اجده يمارس لا في السعودية ولا في ايران ولا في مصر ولا في أي بلد عربي. هناك تكفيريين، هناك ناس يرفضون أن الآخرين يختارون معتقد معين، وإحنا عندنا أيضا في الإسلام من يرتد عن دينه فالسلطة ستقوم بسجنه أو إبعاده أو قتله. كيف نفسر هذا الواقع؟ نظريا الإسلام هو الذي عرض، لكن عمليا هناك أزمة. كيف يفسر الأستاذ علي فياض هذه الحالة؟ بنفس الوقت عندي سؤال كونكريت دايركت للأستاذ جونر شيربك، وهو هل يعتقد أن الإسلام في أزمة بما يتعلق بحرية الفكر من موقع كفيلسوف؟ وبنفس الوقت أتمنى أن تحضرون أسئلتكم أنتم أيضا إذا عندكم أي أسئلة أو تعليقات. من الذي يبدأ؟ أستاذ فياض تفضل. أنا موافق تماما. أساسا نحن دينيا ضد أن ننتقد إنسان لما هو عليه، يعني للونه أو لدينه أو للحقائق التي يعني يرثها دون أن يتحمل مسؤوليتها كالقناعات الفكرية وما شابه. العنصرية والتمييز العنصري مسألة حرام دينيا، فلذلك أنا أيضا ضد توسيع مفهوم العنصرية بحسب ما ذكر السيد جولنر. لكن أنا لا أظن الغرب، ولا أريد أن أستخدم كلمة الغرب، لكن في بعض البلدان الأوروبية يستخدم الاتهام بمعاداة السامية للترهيب على كل من يريد أن يقول، حتى لو أراد أن يقول رأي سياسي صرف. أنا قرأت مثلا أن زعيمة حزب اليسار الاشتراكي في العام 2006 تقريبا كريستينا هالفورسن هاجمت الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين داعية إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، فاتهمت بمعاداة السامية. هذه مسألة، هذا اتهام لإسرائيل ليس لما هي عليه، إنما لما تمارسه من سياسات عدائية متطرفة ضد الشعب الفلسطيني، فاتهمت بمسألة بمعاداة السامية. عندما تتحدث في مجتمعاتنا العربية عن معاداة السامية لا يفهم المجتمع والناس ما هو المقصود بمعاداة السامية. المجتمعات المسلمة والعربية ليس عندها هذه العقدة، تقول له أنت الساميزم أو الساميست، بيقول لك شو عم تحكي، ماذا تقول؟ ليس لدينا هذه التوصيفات مطلقا. واليهود في تاريخنا عاشوا هنا دون أي تمييز عنصري. اليهود هم كانوا يعيشون في حارات مثلهم، مثل كل المجموعات الأقلية داخل هذه المجتمعات الشرقية كانت تختار، لكن اليهود مثل أوروبا أيضا هم يختارون هذه الجتوات التي يعيشون فيها. أما التمييز فلم يكن هناك تمييز.
الممارسات التي تحدثت عنها في هذه الدولة أو تلك، أنا برأيي يعني هناك بون شاسع لا يقارن بين طبيعة الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية في إيران والمملكة العربية السعودية. هناك غنى ثقافي لا مثيل له في إيران، وهناك اتجاهات ونوع من الديمقراطية الدينية التي ارتضاها الإيرانيون لأنفسهم، وهناك إسهام في الفن، وهناك هيمنة للمرأة، هو مجتمع عمومي بكل ما للكلمة معنى في إيران. لا يمكن وضع هذه البلدان في سياق واحد، لكن طبعا الدول لديها اعتباراتها التي تتصل بالأمن القومي، التي تتصل بطبيعة الاستهدافات الخارجية وحجم والحرص على حماية الأمن الوطني الداخلي، هذه مسائل. لكن عندما كنت أتحدث، أنا أتحدث على المستوى المفهومي الديني الفقهي النظري بحسب قراءتي أنا، لأنه كما ذكرت أيضا، وهنا أخذ بعين الاعتبار الإشارة التي أشار لها السيد جولنر فيما يتعلق بأنه ما هو المقصود بالدين، يعني لا ستجد هناك تطبيقات للدين لا حصر لها. طبعا يجب تمييز الأديان السماوية، ولكن كنت أتحدث من زاوية سوسيولوجية تحديدا في هذه النقطة. عندما يتعلق الأمر بمقدس ديني عليك أن تأخذ حذرك جيدا، لأن الحساسية المثارة نتيجة لتعرض المقدس للإهانة هي نتيجة غير قابلة للضبط عقلانيا. فإذا كنا نضع الأمن كأحد القيود على حرية التعبير، فالأولى أن نأخذ هذا الأمر أيضا بعين الاعتبار. شكرا جزيلا. Günner Schierbeck, hallo Listelos Vara Postbers Mola. Yeah, thank you for your remarks. And just to follow up, whether we are all in a crisis today, and if we are more in a crisis than we are aware of, I mean, what's lying ahead, I mean, in the resources and people and, and the lack of institutions that work on a long-term perspective. Capitalism is just short-term getting profit, and our democratic systems, the next election, and there are very few institutions that have a long-term. I would say with a problematic exception of the communist regime, they think they will sit in power for 50 years, and therefore they are very concerned about green energy and buying half of Africa to get food, and thinking about water, etc. Well, it's bad, but they do have, you know, interest, a long-term perspective. That's one of the few institutions today. I mean, that if you talk about crisis, we are all in a crisis, we are all in the same world, and we have to deal with it. Okay, so Islam, yeah, sure, there are also crises, and different and in different ways and all that. Though I think, before I go into what might be the more religious crisis, I would say, I think, basically here also, there are social and economic power problems, I mean, and unfortunately, well, also religion might be related to that. I mean, you have to do something with class struggle, with institutions, etc., etc. So that's intertwined. Let that be said. But I think there are three aspects that will have to be considered for any of the three monotheistic religions. For any of the three monotheistic religions. And it is maybe, and that's strange to me, that people do not see how the fundamentalists in the Middle West or the US is a problem for the Middle East. That Obama, due to all these fundamental and evangelists, can't really get the vote to change what would be more rational politics. And what is that? Why is that? Because the United States doesn't have the critique of religion. They put in Newton and Galileo, but not Kant and Voltaire, if I should say it in a very blunt way. So criticism of religion might be a very good thing for the Middle East, my friends. So when I talk about crisis and lack of how should I say, modernization, if you like that term, it goes all straight. But now, what about Islam? Well, I say, but in various ways. And do you talk about people in Karachi or in Upper Pakistan and what you do in, I mean, the differences. But I think three things. First, pluralism. In modern society, I think there are value pluralism and religious pluralism, and you can't get it away. Not as a fact, not as a sociological fact and factor, but neither as an intellectual factor.
There is nobody today, I think, who can prove that God doesn't exist. I mean, religion is not something you can disprove. So